مهمومة مهمومة يا خيي مهمومة مهمومة هاد الدنيا مهمومة فيها النفوس ولات مضيومة ولا بنادم عباد اللومة المسكين في همومه ساير يلالي عايم في الفقايس عومة محمومة شي مفتون بماله ساير يتعالى لا يحرزانا فقهاوي محرومة هايم بالقصاير وليلات تلالي الخرفان مدبوحة والبنات مغرومة لا حرمة لا حرمة بقات لا دين لا عبادة خرجات شهادة من قلوب معلومة كيسان مكبوبة والخمر الغالي حيان يا شدان الفعاي المدمومة عمرو الحباسات بطفال مهمومة ماتوا الرجال برسايل ملغومة عمرو السواق بردايل الفاني تبنات البيوت تبنات البيوت بفحايش مسمومة الجيدون الصوالحين محمد أتريك في كونتات كتبنا في 64 الشغل ديالي فرحان شويه وكنطلب الله سبحانه ويكمل بخير وعلى خير الشعب الصحراوي عازم على معامله حسنه والله عبد الله اللي باقيين حتى هما بزاف احمد جيت بيرانزار ما عرفش انا 11/8/79 64 سنه شنو صار لكم كنطلب جميع الاخوان الاسره يطلقوا المسرح ويكون في اتفاق ما بين
الجبهه ديال الزبده الصحراويه والمغرب ما كنتش تبقى كلشي حل واخواتنا كاع يطلقوا كاملين ومعامله حسنه ما بيننا وبين الشعب الصحراوي. وشنو الرساله اللي عن معك يعني الشعور؟ هي الشعور اللي يطلق ربي يسرحنا مع الخوت وهاد الخوت كاع كنتمناو هاد الناس اللي باقي هنا خصهم انهم يطلق ربي يسرح. نتمنى ان شاء الله تبارك الله. نتمنى الفرج للجامع قصر المغرب جميعا. أيوة. شكرا. سميتو بن خجيم ولا الحسين؟ ولاد الحسين. منين تسكن؟ نعم. انا نعم. منين تسكن؟ سكن بالصفرو. بالصفرو وين تشديت؟ شديت 1977. بس من عملية؟ عملية شفت من الدروس الزويرة. عملية من الدروس الزويرة. نعم. وشحال في عمرك؟ عمري دابا 50. وفي الوقت الحمد لله على كل حال حمد شدر بعد كل حال. راك فرحان باش تمشي لعائلتك؟ حقيقة فرحان غادي وفرحان وخا ما غاديش فرحان الحمد لله بأمر الله سبحانه وتعالى. أيوة. القضاء كان فرح بالقضاء ديال الله سبحانه وتعالى. ايوا ودابا ما زعما غادي وما غاديش داكشي أمر الله سبحانه وتعالى. انت خويا كيفاش كانوا عاملوك الصحراويين؟ كانوا عاملوك معاملات زينة ما خاصكم شي عندكم توكلوا وتشربوا وتطبوا والله فرحان باش تمشي بوك. والله الا فرحان. والله الا فرحان. واش تتمنى انت كاع من تطلب انت؟ والله الا العالم. والله الا كنطلب العالم الا الفرج على اخواننا اهل المحابس هذو اللي هنا يطلق سراحهم في مطارد كما اطلق الله سراحهم. ايوا شكرا. 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 سنة 81 14 10 10 ايوا. شحال في عمرك؟ عمري 40 سنة. عندك شي ولاد؟ ما عنديش. ما عندكش شي ولاد؟ من اخويا؟ ونتمنى هما انا يتفرج علينا ويتفرج على الناس اللي مازالين هنايا. ايوا منين راك تسكن انت؟ تسكن في منطقة الغرب. غير شنو بلاصتك؟ اقليم سيدي قاسم. وبويا شنو مستوى الثقافي؟ اخي ما ساقيت ولا شوية من العربية. ما عندك شي خط انت؟ نعم. خطك شنو؟ لا لا جندي. جندي؟ نعم. شهر 89 رسلت من طرف. شنو هو شعور بطلب الشعب الصحراوي؟ شعور جد سعيد. هل هناك معامله مميزه عملوا بها مع ذوك مجادول؟ معامله مثل الصحراوي. شاشه محمد. وزيره عام 1991 ايران زرع. بني الطرف. ايران زرع. شنو الخطه؟ عريف. وش المستوى؟ مستوى؟ مستوى الثقافي ثالثة ثانوي. ثالثة ثانوي وكم في عمرك؟ عام 1953. اسم المنطقة تسكن؟ عمالة تاجة. عمالة تاجة. عمالة تاجة. واش تبع قريب واش؟ أقرب لشي من المدن المغربية. قريب لفاس. فاس أيوا. متجوز أنت؟ لا. ماك متجوز؟ عازب. عازب. واش تتمنى انت يا خويا؟ شنو معاملة الصحراويين معاك؟ المعاملة حسنة. حسنة. طيبة. ياك، ما خاصكم والو نفسيا. الحمد لله، خصنا حتى حاجة. واش تتمنى انت؟ كنتمنى إن شاء الله نمشي من هنا إن شاء الله بخير وعلى خير، نتلاقى مع الوالدين.
احباب السلام اول اسم الكريم تسلم حسين ولداش ولما طلع ولداش طن بركه انت بتاع قبضت 78 78 اسم الشهر شهر 5 اسم المنطقه عين بنتيلي عين بنتيلي أيوة. وكم في عمرك عمري 64 64 متزوج ايه عندك شي لبنان عندي أربعة هو من تسكنت باليمين باليمين هو شنو محمد الصحراوي الصحراويين انا عايش وسطهم انتو ياك ما قدرتش تتزوج عارف ايش ياك هو شنو ها شنو اللي تتمنيت نتمنى الخير ان شاء الله فراج من عند الله ايوا عن بنتيلي انت جيت انت اسم سنة عين بنتيلي جيت هلا في 78 كنا في التفاريتي وجيت هلا عين بنتيلي ايوا كم قوت فيها؟ قوت فيها شي 4 ليالي ولا وقبلوك شنو شديت؟ شباب الحسين من العملية ديال دير نزارة شديت نهار 11 في شهر 8 ودابا كنسلم على أهلي وولادي وكنسلم على الناس اللي هما بقوا هنا نطلبوا الله سبحانه وتعالى يطلق أسرحنا أسرحهم وأسرحنا كما فرج علينا الله يفرج عليهم تا هما ودابا كنسلم على دريس طويل وعلى مولاي الحسين على عبد الواحد وعلى عبد الرحمن وجميع الأسرى اللي مازال هنا نطلب الله كما فرحنا الله يفرحهم انت هما 20 في شهر 8 87 معركة توسر واش تقول عن هذه المناسبة؟ هذه المناسبة ديال الفرج نتمنى الفرج للجميع ان شاء الله من على الصعيد ديالنا حتى من تسكن تسكن في مدينة فاس 25,647 ديت النهار 8 شهر 11 شهر 79 ودابا ربيت راه يطلق السلاح ديالي ان شاء الله ونتمنى الخير عند الخوت ديالي كاملين اللي باقي هنا الله يطلق سلاحهم وان شاء الله نرجعوا للوطن ديالنا والسلام عليكم ورحمه الله. ايوا الحمد لله صحان بزاف. العام هنا هو ناس كاسرى نعاملك العام وعمل زينا ومعامل زينا وين متى كنت جندي من بين الجنود ايوا غير انت تمنى المهم لك يا صائغ بصح انت اللي تتمنى باش تمنى كنتمنى السلم للجميع نتمنوا الخير والسعاده للجميع وكنتمنى الله يطلق لهاد الناس اللي ما جايين يطلق صراحه والله يجعل ربي يكمل الخير والسلام والعافيه. وين تسكن؟ انا كنسكن في تفلت. بصح ماجد حمد. ايوا انت تشدت جوج 7 8 اسمنا عامر نواحي داخل نواحي داخل اسمه من طرف واحد متزوج؟ لا شحال عمرك؟
دابا الله يسعدك. واو شنو الرقم خلاص؟ 3472. منين تسكن؟ دار البيضاء. واو شتنا لنا شنو يوم اللي يكون؟ ايوا ان شاء الله الله يطلق سراحنا جميعا. وهذا ما كان. شكرا. عمرو طبيعه السلام والدقه طيالي طيالي السنه رقمك شنو ديال الجيش ديال الجيش 59 56. وشحال لكم راجل ايوا باش عندك اسم البلاصه اللي تسكن فيها ها علي الله واش تمنى خويا واش نبني تاكل شنو المعامله اللي عاملك بها الصحراويه لاباس لاباس وراك فرحان وراك باش تمشي لهنا والله ها والله الا فرحان متزوج ولا لا هو اللي راح تمشي لبوك شان وبابا تفرح نعم راك فرحان باش تمشي لبوك ومور اللهم لك لا الاب وتوفى ايوا انا فرحان قاعد شحال في عمرك؟ 1956. اسمك اسمك؟ الشباب دريس. ايوا وين تتشديت؟ شديت في شهر 3 في وركزي. ايوا وشنو رقمك؟ الرقم ديالي 30 39. ايوا متزوج؟ لا. شحال في عمرك؟ 52. ايوا شنو خطتك بالجيش؟ عسكري جون دي باسي. شنو رقمك العسكري؟ 30 39. وش نهيت شنو معاملة الصحراويين معكم؟ معاملة حسنة من نهار اللي طحت في الأسر وأنا الأسر كل واحد يعرفه جميع الناس كلها تعرف الحالة ديال الأسر وعشنا بخير ولا خير وكنطلب الله تعالى وتبارك يفرج علينا جميعا هاد الأسرى كلهم يفرج الله تعالى عليهم وكنشكروا كل من ساهم من هاد الفرج ديالنا وكل ما كيساهم في الفرج ديال هاد الأسرى كنشكروه سواء كان من قريب او من بعيد والسلام عليكم ما تلك 16 1960 تتركي في الدمر 1981 ايوا شحال عمرك عمري 41 سنة هو متزوج لا وين تسكن في المغرب؟ تسكن في مدينة غزان. واش يهمني هذا؟ واش تمنى؟ تمنى الفراغ يصير في المنطقة ويصير معايا. مصطفى. ايوا شحال في عمرك؟ 42 سنة. شنو رقمك في العاصمة؟ 704 64. جديد في 14 ديسمبر. شنو عمل؟ محمد. ايوا شنو هي معاملة الصحراء؟ كانت معاملة حسنة كسائر الأسرة كوميديا هو ماشي فرحة للجميع ايوا ونتمنى معاك باش تمشي لهنا والله فرحان والله فرحان كثيرا بزاف لا ما عنديش جيت هنا ولا 20 سنة ودوزت هنا تقريبا 22 سنة ونص سنة ايوا وانت تأثرت 76 اسم العمل غير زعما السيكتور ديال التمثيل التمثيل ايوا متجوز خويا ان شاء الله عندك مليار اثنين واسم المنطقة تسكن تسكن في منطقة ورد الزيت ايوا شنو هي امنيتك خويا؟ ها؟ واش تمنى؟ نتمنى الفراج لجميع الاطراء الباقين ونتمنى السلم والاستقرار ايوا شنو معاملة الصحراويين معك انتوما في الشغلات؟ والله انا ما عشت كثير مع الصحراء وانت جيت انا من الجزائر عشت مده
19 سنة في الجزائر، من 1994 جيت هنا. والله المعاملة كانت يعني جيدة في الحقيقة، هذا يعني بدون مبالغة. أكثر حمد لك واش تمشي لها؟ والله فرحان كثير. أيوه، أنت واش اسمه أبوك؟ اسمه حسين. وأمك؟ ميت الله يرحمها، اسمه خطيب. وعندك شيء خطيب أخواتها؟ خطوة أخواتها شحال عندك؟ عندي ثلاثة. هذا راك فرحان؟ كثير. السلف نظم. أركوك على المرض. جيت في الأرض في عمري 69 سنة. شاك أنت من فقدني. مسلم شديد؟ كنت بشهيد الشبين النهار حداك وشحمنة تشجيج. أي منطقة؟ دير الزهران. وش تقول نحن مسلم؟ هل الصحابة نعاملك معامل تأثير؟ طبعاً، نعاملنا على حاجة مدينة. شهر 6/77 جيت أبطيح. وش كنا نعمل سوي؟ وش شعور أنت الصحراء؟ وكان عيش الحمد لله بخير وعلى خير مع إخواننا هنا كما نبغي الحمد لله بخير وعلى خير. زمان قالوا ما تقول الوهم قيوما قوما أخيم قوما قوما هذه الدنيا قوما قوما أخيم قوما قوما هذه الدنيا قوما قوما أخيم قوما قوما هذه الدنيا قوما قوما أخيم قوما قوما هذه الدنيا
المدمومه عمرو الحباسه طفال مهمومه بدون رجال بسايل مغومه عمرو السواق بالنهايه الفانيه تبنات البيوت بفعايش مسمومه مهمومه وخيي مهمومه مهمومه هاد الدنيا مهمومه بنادم عباد اللوم سكين فهم ومقصى يغلاليا عايم لبقى يسعى وما محمومة جبتون بمال وقصير يتعاب لا يحرصنا بقوي محرومة عايم بالقصير وليلات لاليا خفان بدموع حول من الظلومة مهومة وخيم مهومة مرسومة نوح يا غراب هاد علام السالية